حاجة. ثالث حاجة والمسلم السياسة من سلم تبقى، الناس من لسانه. استنى، السياسة تبقى للسياسيين، أنت تبقى مواطن وتبقى ابن الشعب. أوكي، الناس اللي يديروا في الفتن، وهذا I just want to ask you a question، هل كانت الدول العربية فيها فتن قبل ما يطلع التيك توك والانستغرام وكل هذه ايه فيها القنوات؟ في فتن هل كانت؟ موجودة، فيها موجود ما موجود كانت الفتن. موجودة، سامحني مع الأسف. طيب نعم شكرا كانت جزيلا موجودة دكتورة وما على زالت المداخلة، ممكن أتمنى مداخلة لك ليلة سعيدة. خلي. يلا ممكن مداخلة، تفضل. شكرا. بداية سلام الله عليكم وتحياتي للأشقاء في الإمارات والأشقاء في السعودية وكل الأشقاء في الخليج. صراحة ما قصرتم في كل القضايا، قضايا العرب وقضايا الأمة العربية والإسلامية. بداية الأخت التي كانت تتكلم عن الفتنة وأن هذا المجلس هو مجلس الفتنة وما إلى ذلك، من افتعل الفتنة ليس بنحن وليس بلا صاحب اللايف وليس بالإماراتيين وليس بالسعوديين، من بدأ هذا المشكل هو الرئيس الجزائري الذي لا يعرف كيف يتكلم، وكيف يتكلم عن دول عربية، وكيف يتكلم عن السياسة، وكيف يتكلم عن الدبلوماسية، وكيف يتكلم عن الاقتصاد. يعني إذا كان لديك مشكل مع دولة عربية ليست بهذه الطريقة تناقش الأمور، وليس بهذه الطريقة يكون هناك كلام دبلوماسي. لنفترض جدلا على أن لديك مشكل عويص مع الإمارات، فهل هذا معناه أنك تخرج كرئيس دولة، أنت تمثل دولة تمثل شعب، وتسيء لشعب آخر ولدولة عربية أخرى، وتقول عنهم منافقون، وتقول عنهم يمونون الحروب، وتقول عنهم كذا وكذا وكذا، في حين التناقض العجيب في الموضوع أن ما قاله الرئيس أخي الرئيس، ما قالش الإمارات، ما قالش الإمارات باللي هو أصغر من، هو أصغر من أنه يقول الإمارات. كمل الفكرة ورد علي بكل أخي فرح، طلعتنا باش نتكلم ورد علي بكل فرح. فما قاله الرئيس الجزائري، التناقض العجيب هنا ينطبق على النظام الجزائري. هم يقولون، أو يقول الرئيس الجزائري، على أن الإمارات تمول الميليشيات وتمول الحروب في السودان في ليبيا في كذا في كذا في كذا. فالحقيقة أن النظام الجزائري هو الذي يمول الميليشيات. الحقيقة أن من يقوم بتخريب الدول العربية هو النظام الجزائري. الحقيقة أن من يسيء لقضايا الأمة هو النظام الجزائري. الحقيقة أن من يتطاول على القضية الفلسطينية هو النظام الجزائري. كيف لك أن تتصور أن النظام يدعي أنه يريد تحرير فلسطين ويريد نصرة غزة ويريد فعل كذا، وهو منذ تأسيسه كدولة له شغل شاغل وحيد وهو تقسيم جيرانه، تقسيم جيرانه، يدعمون ميليشيات إرهابية تريد الحرب ضد المغرب. يا أخي أنت جيت تهضر على ثمانية مغربي من الأخر. وتقسم يا أخي خلينا نتكلموا، ماشي غير واحد. طيب خليه يتكلم يا أخي، كمل الفكرة وتدخل عقل. كيف لك أن تقول أنك تريد أن تناصر فلسطين وغزة وما إلى ذلك، وأنت تريد تقسيم العرب، تريد تقسيم الدول العربية ودول شمال إفريقيا ودول يعني من المفترض أنها تكون متوحدة، ثم تخرج مجددا وتفتعل أزمة دبلوماسية جديدة مع دولة عربية أخرى وتقول أنني أريد نصرة فلسطين؟ كيف؟ ألست أنت من تنفذ أجندة إسرائيل بكل يعني ما أوتيت من قوة ومن مال؟ إذا كنت أنت تصرف الأموال من أجل تقسيم الدول العربية وتفتعل دولة أزمة مع الإمارات، وهناك أزمة مع السعودية غير ظاهرة في العالم، هناك أزمة ما بين النظام الجزائري والسعودية في الكواليس، لم تطفو إلى العلن وسوف تطفو إلى العلن في المستقبل، لأن هذا النظام أفلس، ليس له ما يقدم لا للمنطقة ولا للدول العربية ولا لقضايا مثل القضية الفلسطينية. فالشغل الشاغل الوحيد له هو افتعال المشاكل. على ما أعتقد أن الأشقاء في الإمارات لم يكن يتابعون الوضع في شمال إفريقيا ولا في المنطقة ولا الوضع في الجزائر حتى تفاجأوا بهذه الهجمة. فبعضكم يقول ماذا فعلنا للجزائر حتى يتهجم علينا رئيس؟ وهذا رئيس، رئيس دولة، ماذا فعلنا للجزائر؟ فهنا سوف أعطيكم لمحة، سوف أعطيكم فكرة عما يحدث في المنطقة حتى يعني تكون هناك فكرة عامة لدى الإخوة في الإمارات وفي الخليج. يعني حتى حينما تناقش الجزائريين تقول ها هو كرونولوجيا الأحداث، التايم لاين للأحداث، هكذا بدأت الأحداث وهكذا جاء النظام الجزائري يتهجم على الإمارات.
فالإمارات لديها استثمارات في المنطقة، جاي يعني دولة الإمارات تريد الاستثمار في المنطقة. لكي تستثمر في المنطقة وجدت المغرب على أنه بدأ مشاريع كبرى في المنطقة، من بين هذه المشاريع بناء ميناء ضخم يسمى ميناء الداخل الأطلسي، وهذا الميناء يوجد في الصحراء المغربية. وهناك مشروع ضخم مع دول المنطقة يسمى بمشروع منفذ الأطلسي. ما هو مشروع منفذ الأطلسي؟ مشروع منفذ الأطلسي وهو أن المغرب سوف يقدم لدول المنطقة، دول الساحل، دول الغرب الإفريقي، منفذ على الأطلسي لكي تصدر الثروات الباطنية ديالها، لكي تصدر المنتجات ديالها. والمغرب بطبيعة الحال حينما يريد أن يدخل في مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى حلفاء، يحتاج إلى دول عربية شقيقة، يحتاج إلى دول تساند المغرب في هذا المشروع. فالإمارات كانت معنا قلبا وقالبا، كانت هناك زيارة لجلالة الملك محمد السادس إلى الإمارات، وتم التوقيع على اتفاقيات ضخمة جدا يعني أكثر من 20 مليار دولار على ما أعتقد من الاستثمارات التي هي مشتركة ما بين المغرب والإمارات. ما هي هذه المشاريع؟ 167 مليار دولار. هذه 167 مليون إيه للتصحيح فقط، معلش. لا، هذه استثمارات عامة للإمارات، أنا أقصد الاستثمارات في المنطقة، يعني في منطقة الساحل وهذه المشاريع التي أذكرها. فمنذ أن تمت هذه الزيارة وتم توقيع هذه الاتفاقات لم تمر 24 ساعة حتى بدأ الإعلام الجزائري في التهجم على الإمارات. لماذا الإمارات وقع اتفاقيات مع المغرب؟ لماذا الإمارات تريد الاستثمار في المنطقة؟ لماذا الإمارات تريد تفعل كذا؟ الإمارات تتآمر مع المغرب على الجزائر، الإمارات تفعل كذا. منذ ذلك الحين بدأت الأصوات داخل حدائق، هم كراكيز في حقيقة الأمر، كراكيز النظام الجزائري، يخرجون ويسبون الإمارات، تارة التطبيع، تارة فعلنا كذا، تارة فعلنا كذا، الإمارات تريد تقسيمنا. كيف تريد الإمارات تقسيمك وهي قادمة لكي تشارك دولة في المنطقة اللي هي المغرب، المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، يريدون الخير للمنطقة، مشاريع كبرى ضخمة. دول الساحل تقول لك لا، ليس عندي منفذ على الأطلسي، عندي ثروات باطنية، عندهم اليورانيوم، عندهم معادن، عندهم، ولكن ما عندهمش منفذ على الأطلسي. المغرب قدم لهم هذا المنفذ، لكن المغرب يرغب في الاستثمارات، يرغب في تمويل لهذه المشاريع. فالإمارات كانت معنا قلبا وقالبا وجاءت بالاستثمارات ودعمت المغرب. وكما قلت، منذ الزيارة التي قام بها جلالة الملك بدأت تهجم على الإمارات، ثم وصلنا لهذا المستوى ديال رئيس دولة يتهجم على الإمارات بهذا الشكل. فإذا أخوي المغربي أضف إلى ذلك الدور البطولي لتجفيف مستنقع الإخوان المسلمين من الشيخ محمد بن زايد. صحيح، هذه مسألة أخرى. فإذا كانت الإمارات هي حسب ما يصوره النظام الجزائري أنها تتآمر على الجزائر، لماذا الجزائر اليوم بسبب هذا المشكل دخلت في أزمات مع كل دول المنطقة؟ أزمة مع المغرب لا حديث عنها، هذه معروفة. أزمة الآن مع موريتانيا، لماذا أزمة مع موريتانيا؟ لأن الإمارات تريد الاستثمار في قطاع الغاز في موريتانيا. ويعني قبل 3 أيام أو 4 أيام قرأت خبر أن الإمارات مستثمرة مليار دولار في 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 موريتانيا، والنظام الجزائري لا يريد هذه المسألة. لماذا؟ لأن موريتانيا سابقا كانت دولة ضعيفة، دولة هشة، يعني قبل اكتشاف الغاز حاليا. 16 مليار دولار. على كل الأرقام، أنا حسب ما قرأت مليار دولار، قد تكون هناك استثمارات أخرى. لا، 16 مليار في موريتانيا. في موريتانيا، لا، موريتانيا 143 مليار استثمار إماراتي في 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 موريتانيا. على كل بصفة عامة موريتانيا كان النظام الجزائري يريد الهيمنة عليها، كما يريد الهيمنة على مالي، على النيجر، على دول الساحل. هو يعني نظام حضيرات الجزائر يسميها بالحديقة الخلفية، يعني بالنسبة للنظام الجزائري هذه الدول مجرد حديقة خلفية يريد أن يرمي فيها الفضلات ويريد كذا، ولا يرغب في أن يأتي بمشاريع يستفيد هو منها وتستفيد منها دول المنطقة. فالمغرب والإمارات يشتغلون على هذا المجال. الإمارات كما قلت جاءت للإمارات لموريتانيا تستثمر في مجال الغاز، وهذا المسألة تزعج نظام الجزائري لأن موريتانيا سوف تخرج عن يعني التهديدات ديال النظام الجزائري، لأنهم يخوفون موريتانيا بالبوليزاريو،
يقولون للموريتانيين يا إما يعني تكونوا على حياد يا إما يعني تقوموا بذلك الشيء الذي نريده يا إما نطلق عليكم ميليشيات البوليزاريو. وموريتانيا ليست بالجيش الكبير أو الجيش القادر على الدفاع على نفسها. فالآن حينما يرون الإمارات قادمة للاستثمار في موريتانيا يقوون الاقتصاد الموريتاني يزينون تلك الهيمنة وذلك الشعور أو ذلك السلوك البلطجي للنظام الجزائري في موريتانيا، النظام الجزائري يفور يدخل في نوبة من السعار فيبدأ في السب والشتم والإساءة وما إلى ذلك. ونفس المسألة توجد في مالي. مالي لاحظوا قبل شهر أو شهرين كان هناك بيان من وزارة الخارجية المالية يقولون بالحرف النظام الجزائري يدعم الجماعات الإرهابية، هذا في البلاغ. النظام الجزائري يسيء لمالي، النظام الجزائري يسيء للعلاقات ما بين مالي والجزائر. ويوم أمس أو قبل يومين صدر بلاغ من النيجر، النيجر تقول على أن النظام الجزائري يقوم بسلوك عدائي أو بتصرفات غير ودية ضد النيجر. وهناك الآن بيان صدر قبل قليل لكي تعلموا مدى حجم الكارثة التي يعيش فيها الجزائريين. رئيس يكذب على العلن، لن أدخل في باقي التفاصيل الأرقام اللامنطقية والمليار وما عرفت شو. بيان صدر قبل قليل من المجلس الرئاسي في ليبيا، وصدقوا الرئيس الجزائري خرج وقال على أن الجزائر تريد زعامة المنطقة وان تقوم بانشاء اعطينا هضره ولا زوج خلينا نهضروا روحو اخر نقطه. بيان صدر قبل قليل لكي تتاكدوا بان الرئيس الجزائري كذاب والنظام الجزائري كذاب وكل من يدور في فلكهم كذابين. الان بيان صدر من ليبيا من المجلس الرئاسي الليبي، صدر قبل ساعه، هو مفتوح امامي. الرئيس الجزائري قال على ان ليبيا وافقت أن تقوم بإنشاء تكتل مع الجزائر وتونس، وهذا التكتل كان موجه ضد المغرب لكي يقوموا بالخروج عن اتحاد المغرب العربي. اسمعوا جيدا هذا البيان، هذا من المجلس الرئاسي الليبي الذي قال الرئيس الجزائري أنه وافق على هذا التكتل. سوف أقرأ البيان. خبر عاجل مصدر بالمجلس الرئاسي للمرصد، تفاجأنا بحديث الرئيس تبون للإعلان عن اتفاقه معه ومع تونس لتشكيل كيان مغاربي بين الدول الثلاث. خبر عاجل دعوة الاجتماع الثلاثي كانت من طرف الجزائر، وتطرقنا فقط للتعاون الأمني والاقتصادي بين الدول الثلاث لا سيما الحدود المشتركة وتبادل وجهات النظر. خبر عاجل الرئاسي يقف على مساحة واحدة من كل الأشقاء في دول المغرب العربي ويدعم وحدتهم وسيادتهم وتسوية الخلافات بالحوار البناء، ويرفض أي نزاعات ستؤثر سلبا على المنطقة عامة وعلى ليبيا خاصة. خبر عاجل المنفي اجتماع مع وزير الخارجية المكلف في طرابلس قبل يومين، وبحث معه تفعيل دور اتحاد المغرب العربي ككيان وحيد لدوله الخمسة وفق بيان تم تأسيسه في مراكش سنة 1989، وأصدرنا خبرا صحفيا رسميا بذلك. ما معناه ما قاله تبون قبل أيام؟ كذب في كذب، والمجلس الرئاسي في ليبيا يكذبه. فيا أشقائنا في الأمارات، إذا كان هناك رئيس يكذب على العلن فلا أعتقد أنكم يعني تعطونه القيمة وتعطونه الحجم وتعطونه المصداقية لأنه كذاب. إذا كان يكذب على شعبه بهذه الطريقة فما بالكم بباقي الأمور. وأعتذر على الإطالة، سلام الله عليكم وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. حياك الله. شكرا. سلام.